السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. احنا النهارده بقى هنتكلم عن الليمبيك سيستم، والليمبيك سيستم ده انا حابه انكم الاول نتكلم فيه شويه مع بعض، بعدين نبدا نشوف احنا السلايدز اللي معانا. الليمبيك سيستم هو عباره عن جزء من عباره عن 3 اجزاء. جزء موجود منه على السيرفيس بتاع الكورتكس، وده بقول عليه اللي هو الليمبيك لوب. الليمبيك لوب زي ما كنت زي اي لوب خدته، يعني انا خدت الفرونتال لوب اللي هو كان بتاع الموتور، وخدت البرايتال لوب اللي هو كان بتاع السنسيشن، وده بقى الليمبيك لوب اللي هو بتاع الفاكشن، او له جزء من الفانكشن بتاعته الفاكشن، مش كل وظيفته الفاكشن. تمام. طيب نيجي بقى في جزء تاني منه، وهو عبارة عن سب كورتيكال. كلمة سب كورتيكال يعني هنسيب الكورتكس ونبدأ نخش بقى في الحتة بتاعت الايه، الهايبوثالاموس والهايبوثالاميك نيوكلياي والبرينستيم نيوكلياي، دي اللي هي الجزء التاني. الجزء التالت منه جزء له علاقة بالأولفاكشن. يعني ايه؟ يعني بيرسيب الامبرس بتاعت الأولفاكشن من نيزل كافيتي لغاية ما توصل للسريبرال كورتكس. اما ندخل بقى الثلاثه مع بعض، الليمبيك لوب مع الفانكشن بتاع الليمبيك لوب مع الفانكشن بتاعه السب كورتيكال اريا مع الاولفاكتوري بارت، هعمل اكتر من فانكشن. الفانكشن الاولى ان انا هيبقى في اولفاكشن، هعرف ان في ريحه، هشعر بوجود ريحه معينه، هشم ريحه معينه. اوكي، لغايه ما وصلت فين؟ لغايه ما وصلت للكورتكس. بعد ما بشم الريحة أنا عايزة أبدأ أفهمها، أعرفها، عايزة أخزن الريحة دي في الميموري علشان أما أشمها تاني أبقى عارفة دي ريحة إيه. عايزة يبقى فيه ليا visceral effect أو reaction للريحة اللي أنا شمتها. عايزة يبقى ليا جزء من الايموشن، يعني انا لما شميت الريحه دي انبسطت، زعلت، ايه الموضوع. الليمبيك سيستم هيعمل 3 حاجات. جزء الاولفاكشن هيوصل لي ان انا شميت ريحه معينه. الجزء اللي هو الكورتيكال هيبدا يعمل انتجريشن، يفهم الريحه دي ريحه ايه ويخزنها في الميموري عندي، يبقى انا المره الجايه لما اشم نفس الريحه دي اعرفها. شميت الريحة يبدأ يبقى فيه visceral reaction، autonomic reaction للريحة اللي أنا شميتها. على سبيل المثال لو أنا كنت شميت حاجة زي مثلا ريحة أكل، أي أكل، والكومن معرفش ليه ما دايما يقولك إيه، لو شميت كوره، مشيت قدام محل كباب وشميت ريحة كفتة، ماشي، كفتة كفتة. طبعا أنا مين قال لي إنها كفتة؟ جزء من الليمبيك سيستم شميتها قبل كده كنت، وجزء من الليمبيك سيستم خزنها عندي في الذاكرة، فلما شميتها تاني عرفت، قلت لا دي فعلا دي ريحة أكل أو مشويات. اوكي، أفرح ولا أزعل؟ لا أفرح، أفرح جدا. في جزء من الليمبيك سيستم هيبقى مسؤول عن الإيموشن، وقلنا إن في جزء تاني بعد ما فرحت هيبدأ يبقى فيه ريسبونس. الريسبونس ده visceral reaction، autonomic response، ده المسؤول عنه الجزء اللي بنقول عليه السب كورتيكال اللي هو الجزء بتاع البرينستيم نيوكلياي والهايبوثالاموس، والجزء ده فيبدأ يعمل لي، لو هي زي ما احنا اتفقنا ريحة أكل وحاجة كويسة وأنا انبسط، يبقى يبدأ يحصل يزيد السلايفيشن، ده autonomic طبعا من غير ما، ويبدأ يزيد الموتاليتي بتاعت الانتستينال الانتستين. بستعد بقى، بستعد ان انا هناكل يعني. طيب على العكس لو انا شميت ريحة حاجة مش كويسة ضايقتني، الايموشن بتاعتي ايه؟ ضايقتني. الريفلكس الفيسرو ريفلكس بتاعي ايه؟ نوزيا، ممكن يجي نوزيا اند بومتنج. نوزيا اللي هي رغبة في القيء، والفوميتنج هو القيء، ماشي. طيب هيجي نوزيا عندي فوماتينج،
مسؤول بقى على الحاجات اللي احنا قلناها دي، ان هو اشم، افهم انا شميت ايه، اخزن الريحة دي في الميموري بتاعتي، اعمل visceral response ليها. مين المسؤول عن الكلام ده كله؟ هو الليمبيك سيستم. يبقى مش بس اشم، لا، مسؤول كمان عن الميموري، مسؤول عن الفيسرال رياكشن، مسؤول عن المود، انبسط او ازعل او كده. فهمنا الفكره ايه؟ فهمنا يعني ايه الليمبيك سيستم؟ تعال بقى ناخدها واحده واحده ونفهم سلايد سلايد. يعني اللي انا شايفه قدامي ده هو الليمبيك سيستم، وهو قسمه لي، او هو متقسم الى كورتيكال بارت وسب كورتيكال بارت والفاكتوري بارت. الكورتيكال ده اللي انا شايفاه بعيني على السيرفس بتاع الكورتكس. طب على اي سيرفس؟ على على الميديال سيرفس، سميناه اللي هو الليمبيك لوب، زي ما قلنا زي التمبرال لوب والفرونتال، ده اسمه ليمبيك لوب. لو اوتر ارك يعني ايه؟ يعني وانا واقفه كده اقدر اشوفه بعينيا على السيرفس من بره، على الميديال سيرفس من بره. وكلمه ارك يعني سيركل كامله، ماشي؟ وطالما في اوتر ارك يبقى في جزء تاني جوه شويه انا محتاجه ان انا اكشفه علشان اشوفه من جوه. طب بصوا كده الاستراكشر بتاعه الليمبيك لوب، هل احنا عارفينها ولا هي جديده علينا؟ لا احنا عارفينها. في عندي ايه؟ البارا تيرمينال جايروس. طب نفتكر بارا تيرمينال جايروس ده اللي كان قدام اللامينا تيرمينالز، ايوه. وفي السبكالوزال جايروس وراه بشويه، تحت الكوربس كالوزوم، سينجليت جايروس، اسموس، بارا هيبوكامبال جايروس انكس. المجموعه على بعضها اسمها ايه دي بقى؟ دي ليمبيك لوب. تعالوا نشوف، ده الميديال سيرفيس طبعا، واللي بتكلم عليه هنا واخد اللون اللي هو الاخضر. فبيقول لي ايه؟ مش دي لامينا تيرمينال اللي انا واقف عليها؟ يبقى الجايروس اللي قدامها اسمه ايه؟ اسمه البارا تيرمينال جايروس. والجزء اللي تحت الكوربس كالوزم او بدايه دون اسمه اللي هو السب كالوزال جايروس اللي جنبها. نرجع نكمل، ده سينجليت جايروس، ومفروض تحت السبلينيوم هنا كنا بنعدي في الايه، في الاسموس، والاسموس بيعديني على البارا هيبوكامبال واخش في الاخر على الانكس. واتفقنا انا بشاور على انهي لون؟ مالكش دعوه بالبامبا ده دلوقتي، انا بتكلم على الاخضر. يبقى ده الاوتر ارك اللي بقول عليه الليمبيك لوب، تمام؟ ايه اللي بيعمل كونكشن الاجزاء اللي انا ماشيه فيها دي كلها علشان تبقى هي لوب واحد على بعضه؟ هي حاجه اسمها السنجلم، اتفقنا عليها قبل كده، قلنا ان السنجلم ده كان عباره عن لونج اسوشيشن فايبر، يبدا من بارا تيرمينال جايروس ويمشي في السبكالوزر، وبعدين يمشي في السنجليت، والسنجليت يعدي الاسموس، من الاسموس بارا هيبوكامبال جايروس ان انكس. يبقى ده اللي هيعمل الكونكشن. واحنا قاعدين بقى في الحته دي انا عايزه اقول حاجه، خلوا بالكم السنجليت لما هنا الفانكشن بتاع السنجلم ده بينقل ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين، هو بينقل بياخد من السنسوري اسوشيشن اريا في البريتال لوب، وبياخد من الموتور من الفيجوال اسوشيشن اريا او السكندري اريا فيجوال اريا، وبياخد من الاوديتري اريا الموجوده في التيمبرال لوب، وبيوصلهم لي على البارا هيبوكامبال جايروس. هو الحقيقه انا مش عايزه اوصل الموضوع للبارا هيبوكامبال، لا، ده انا هدفي هنا بقى اني ادخله على الهيبوكامبال. احنا قلنا كلمه بارا يعني جنب، فلما اسمي الجايروس دون بارا هيبوكامبال يبقى اللي جوه اللي انا هخش عليه في الانر ارك اسمه هيبوكامبال جايروس. انا عايزه اعمل ليه، اخد ال اعمل انتجريشن للسنسيشن، او اخد من السنسوري اسوشن اريا والسنسوري اسوشن اريا سوري هنا، واخد من الاوكسيبيتال او الفيجوال اسوشن اريا والاوديتري اريا. بس كده هناخد حاجه كمان تانية، قال لك انا عايزه اوصل كل السنسيشن دي على الهيبوكامبال، عشان الهيبوكامبال هيعملها لي ستورج في الميموري عندي، هيخزنها في الميموري عندي، خلاص؟ اللي هو لما اشوف حاجه هنا وفهمتها اخزن معلوماتها هنا،
لما أسمع حاجة أخزن معناها هنا، ولسه كمان لما أشم حاجة أخزن أنا شميت إيه هنا. هنا مين هنا بقى ده؟ ده الهيبوكامبال جيرس. أنا شايفها على السيرفس؟ لأ. أو ترى أرك؟ لأ. هناخده المرة الجاية أو السلايد الجاي. إنر أرك، أما تشيلي بقى اللي احنا شفناه دوت، اللي هو كان اللي اسمه هيبوكامبال لوب أو الليمبيك لوب، سوري الليمبيك لوب ده، هخش جوه شوية ألاقي فيه إنر أرك، دايرة تانية برضو لفة مقفولة زي ما شفنا الأولانية، اسمها أقول عليها الهيبوكامبال فورميشن. الهيبوكامبال فورميشن أنا هشوف فيها حاجتين أو تو ways، طريقين. الطريق الأولاني هبدأ من الهيبوكامبال جيرس أشوفه ويطلع منه فايبر اسمها، وبعتبرها دي اسوشيشن، خلي بالكم هو ده جيرس وطلع منه وايت ماتر، يبقى دي بتعتبر اسوشيشن صح؟ تربط الجيرس بحاجة تانية هشوفها، ما علينا مش مشكلتنا. المهم هيبوكامبال جيرس هيطلع منه حاجة اسمها فورميكس، هيوصل لي يوصل لغاية يوصل لغاية الماميلاري بادي اللي هو عبارة عن الايه، جزء من الهايبوثالموس، وبعدين يوصل لي على السيبتال ريجون. هنقول يعني ايه سبتال ريجن؟ سبتال ريجن هي الحته اللي في النص، يعني اللي هي عند السبتم بيوستن، عشان في عندي هناك حاجه اسمها سبتال نيوكليال، والسبتال نيوكليال موجوده بين التو لايرز بتاعت السبتم بيوستن، فاحنا بنقول على دي الحته دي اللي هي السبتال ريجن. طيب الطريق الثاني للهيبوكامبال فورميشن، في عندي دنتيت جايروس، حاجه اسمها سابيكولم، فاشولار جايروس، انديوزيان جريزيان، ومعالم كتير استرايا، سبكالوزل، بارا تيرمينال، سبتال اريا، اند جوينت بيلو مع الميديال اولفاكتوري استرايا. ولا حاجه من دول انا عارف او شفتها قبل كده. صح عندكم حق. طيب تعالوا نشوف، ما اصل كل الحاجات دي ايه، انر ارك، يعني الحاجات دي كلها عشان اشوفها انا كنت لازم اشيل الجزء اللي انا شايفاه من على السيرفس قبل كده عشان اشوف الهيبوكامبال فورميشن ده. هنبص بقى تحت الرسمه دي، ميديال للهبار هيبوكامبال اللي انا شايفاه، ميديال لها هلاقي في عندي جايروس تاني اسمه الهيبوكامبال، ده كان البار هيبوكامبال، ده بقى اللي هو الايه الهيبوكامبال اتسلف. موجود فين؟ موجود في الفلور بتاع الانفيريور هورن اوف لاترال فنتركل، وهيطلع منه وايت ماتر، هيطلع منه فايبرز او اكزونز، طبعا هو عباره عن كورتكس فهو عباره عن سيلز، هيطلع منه الاكزونز بتاعه السيلز دي، هتتجمع هتعمل حاجه على السيرفيس اسمها الفيوس، وبعدين تتجمع مع بعضها تعمل الفيمبريا، والفيمبريا تتجمع تعمل حاجه اسمها فورنيكس. فورنيكس ده هو اللي هيشيل السنسيشن او المعلومات اللي موجوده هنا في الهيبوكامبل اللي انا مخزناها قبل كده، علشان يوصلها لي فين؟ ادي الفورنيكس اهو، قلنا ان هيلف، هنتكلم عنه هو بالتفصيل بعد كده. المهم ان هو من اللي بقى له جزء اسمه الكراس، وبعدين يبقى فيه البادي تحت الكوربس كالوزوم، وبعدين يروح يتقسم عشان يبقى كونكتد او واصل للماميلاري بادي وواصل للهايبوثالاميك نيوكلياي. وانا كده وصلت للسنت وجزء يدي السبتال نيوكليا او السبتال اريا، ده طريق. طب الطريق التاني، ميديا للهيبوكامبل دون هلاقي فيه جايرس تاني اسمه دنتيت جايرس، هيطلع منه فايبرز اسمها شايفينها، يطلع منه يعمل لي تحت الاسبلينيا بتاع الكوربس كالوزم جايرس تاني اسمه الفاشولر جايرس، يطلع منه حاجة اسمها انديوزيوم جريزيوم تمشي في الكالوزال سالكس وتوصل لغاية الهايبوثالاموس. انا عمال اعمل ايه؟ انا بكونكت اللوبس بالسبتر اريا او السنترال اريا والهايبوثالاميك والسلاميك نيوكلياي الموجودة في النص، فانا عمالة انقل. يبقى لو انا هنقل المعلومات اللي موجودة على الهيبوكامبل، يبقى دون انا بشيلها عن طريق الفورنكس او بيشيلها للفورنكس ووصلها للسبتال اريا. لو انا هاخد من الدنتيت جايروس، يبقى هنقل عن طريق حاجه اسمها انجيزيوم جريزيوم
ودي هتوصل برضو للهايبوثلاميك نيوكليار. يبقى انا اتكلمت عن حاجه اسمها ليمبيك لوب، عرفت اجزائه، واتكلمت عن حاجه اسمها اللي هو الليمبيك او الهيبوكامبال فورميشن. وانا الليمبيك لوب انا بشوفه على السير على ميديال سيرفيس، الهيبوكامبال فورميشن انا بشوفه ديب شويه، ويبقى له تو ويز، يا اما ابدا بالهيبوكامبال فورنيكس ماميلاري بادي، او ابدا بالدنتيت انديوزيوم جريزيوم، وبعدين اروح على مين، اروح على السنترال اير او السبتال اير. الجزء الثاني هو الجزء السب كورتيكال، وده اللي كان مسؤول عن الاوتونوميك رياكشن. فاكرين لما قلت انا شميت الريحه وعجبتني وبدا يبقى فيه اوتونوميك ريسبونس، فيسرال اوتونوميك ريسبونس، اللي هو تزيد الجاستريك موتيليتي، او ان يبقى تزيد السليفيشن لو كانت حاجه كويسه، ولو كانت الاودر دي مش عجباني او حاجه ضايقتني يبقى ممكن تعمل العكس تماما وتعمل نوزيا، وممكن تعمل فوميتنج كاوتونوميك ريفلكس. مين اللي هيعمل الحاجات دي ومين اللي لازم اروح لهم في النص عندهم؟ الستة نيوكلياي اللي احنا قلناها موجودة في بين التو لايرز بتاعت الستة بليوستم، الماميلاري باديز بتاع الهيبوثالاموس، الانتيرور نيوكلياي اوف ثالاموس، الهابينار نيوكلياي، والبرين ستيم نيوكلياي. طيب الأولفاكتوري بارت بقى احنا قلنا ان هو لها برضو دور، الليمبيك له دور مهم في الأولفاكشن، مش بس ان انا اشم، لا ده انا كمان اشم واعمل ريسبونس اوتوميك ريسبونس، ويبقى عندي مود يديني مود معين للموضوع ده. الانتيبر في السبستانس، الاولفاكتوري سترايا، البايريفورم اريا، ودي بتشمل الانكس والانتيبر بارت اوف ذا بارا هيبوكامبل، والاميجدالايت كومبلكس. بصوا بقى الباث واي بتاع ال عشان افهم الموضوع رايح منين على فين. اول حاجه انا عندي دي حاجه اسمها olfactory bulb. olfactory bulb دي هي عباره عن الفايبرز بتاعتها جايه منين، جايه من olfactory نيرف اللي واصل في موجود في النيزال كافيتي، بتجمع الفايبرز بتاعته وتدخل على تكون olfactory bulb، ومنها تعمل حاجه اسمها olfactory tract اللي بتنشف olfactory sulcus زي ده. تنقسم olfactory tract دي الى تو سترايب، بنقول عليها olfactory stripe، واحده ميديال olfactory stripe وواحده ايه lateral olfactory stripe. تروح الميديال olfactory stripe دي تروح على الميدل اريا او السبتال اريا الموجوده في النص، وتوصل للهايبوثالاميك نيوكليار، ومنها تروح للبرين ستيم عشان تعمل لي الفيسرال ريسبونس اللي اتفقنا عليه للسمال. خلاص طيب نيجي نروح الناحيه الثانيه، الاستراية التانية اسمها اللاترال olfactory استراية. اللاترال olfactory استراية هتروح للأميجدالايت بودي، أو الأول هتروح هي هتمشي الويب بتاعها، هتبدأ توصل للأنكس، ومن الأنكس هتروح على الأريا 28 اللي هي مسؤولة عن الأولفاكشن، ودي موجودة على الأنتيرور بارت أو زبارة هيب كامبل جايلز. تمام، ومنه هتروح على، طب انا هنا كده ايه، انا كده شميت ريحه، انا في الحته دي عرفت اهو حصل conscious perception of smell في الاريا دي. منها بقى انا هروح من البارا هيبوكامبل، هدي الهيبوكامبل عشان اخزن الريحه اللي انا شميتها عشان المره الجايه لما اشمها اعرفها، وهودي جزء للأميجدالايد نيوكليس اللي احنا سمعنا عنها برضو قبل كده مرة، علشان انبسط ولا ازعل، انبسط ان انا شميت حاجة كويسة ولا اتضايق، ومنها اوصل للبرينستم من الأميجدالايد. خلوا بالكم الأميجدالايد عشان اوصل للنيوكليا بتاع البرينستم، هنشوف هنوصل ازاي. يبقى احنا خلاص عرفنا بقى. بصوا بقى انا احنا فهمنا، بس انا عايزه ايه، هنجمع الليمبيك لوب تاني اهو، بيقول لي عليه في جزء اسمه سبكالوزال جايروس او بارا اولفاكتوري جايروس، هو السبكالوزال، وادي سنجريت جايروس اللي مشينا فيه،
ورحنا على البارا هيبوكامبال جيرس، والانتيرو بارت بتاعه كان انتراينال اريا اللي هي كانت الاريا 28 دي اللي عملت بيرسبشن او استقبلت الايه السمل. خلي بالكوا ان بي كده الالفاكشن وصل دايركت من الفاكتوري استرايا للاريا 28 اللي موجوده على البارا هيبوكامبال جيرس، ما دخلش على ثالموس زي ما احنا متعودين ان كل سنسيشن بتخش على مين الثالموس. كان عندك الاوبتيك تراكت والاوديتوري كان بيخش على جينيكليت باديز، وكانت السنسوري اللي هي التاتش والتاتش والتمبريتشر ده كله بيخش على الثالموس ومنه بيطلع على السيريبرال كورتكس. طيب يجي السنجلم يعمل ايه؟ دور السنجلم ايه اللي كان موجود في السنجليت جايرس؟ الفايبر اللي كانت ماشيه بتلف دي بقى هتباس فروم ذا سنجليت جايرس للبارا هيبوكامبال جايرس. السنجليت جايرس هتريسيف السنسوري انبوت من هتاخد من السوماتو سنسوري اسوشن كورتكس، من الفيجوال كورتكس او فيجوال اريا والاوديتوري اريا وهي ماشيه بتلف كده، واوريدي الانتيرور بارت بتاع وتوصلهم كلهم للبارا هيبوكامبال، واوريدي الانتيرور بارت اوف بارا هيبوكامبال بيريسيف الاولفاكشن من عند اريا 28 بتاعته. يبقى انا دلوقتي البارا هيبوكامبال واصل له سوماتو سنسري فايبر فيجوال سوري انفورميشن او سنسري انفورميشن، واصل له فيجوال انفورميشنز، واصل له اوديتوري انفورميشنز، واصل له اولفاكتوري انفورميشنز. انا شفت ايه، سمعت ايه، شميت ايه، حسيت بايه، ياخد الاربعه دول مع بعض ويوصلهم البارا هيبوكامبال للهيبوكامبال جايرس. طيب هنتكلم بقى هنا عن الهيبوكامبال فورميشن اللي هو عن كان الهيبوكامبال جايرس نفسه بقى هلاقي فيه ايه. قالك هو شكله فيزي فورم، ادور عليه فين او هشوفه فين؟ هشوفه في الفلور بتاع الانفيرور هورن اوف لاترال فنتريكل. هو ماس من الجري ماتر عبارة عن 5 سنتي تقريبا طوله، يطلع منه او موجود على السيرفس بتاعه وايت ماتر. الوايت ماتر ده عبارة عن الاكزونز بتاعت السيلز بتاعت اللي موجودة جوه الكورتكس او جوه الهيبوكامبال جايرس. اسمي الاكزونز اللي طالعه دي اسميها الفيوس، ولما تتجمع مع بعضها تعمل حاجه اسمها فامبريا، وبعدين يبداوا يعملوا لي الفورنكس اللي احنا المفروض هناخده بالتفصيل. هنا دي انا شايفه من فوق، هو ده انا هنا في الفلور بتاعه الانفيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، وده الجزء الجايرس الموجود عندي ده هو الهيبوكامبال جايرس، وعنده شكل مميز قوي، الشكل اللي هو السريتد او اللي هو بيقول عليه بس هيبوكامبس اللي هو عامل زي شبه مخالب القطه او رجل مخالب القطه، فده شكل كاركترستيك قوي للهيبوكامبال جايرس. طيب هيمشي باكورد، وخلوا بالكم بقى هلاقي عليه وايت ماتر الموجوده دي، الطبقه دي الالفيس اللي عباره عن الاكزونز بتاع السيلز اللي موجوده جواها، تجمع تعمل فيمبريا، وبعدين تبدا تعمل حاجه اسمها الكراس اوف فورنكس. والكراس اوف فورنكس اهو ماشي ورا مين؟ ورا الثالاموس، ويبدا يلاقي فيه بين التوكرورا في اللي هي الكوميشرال فايبر اللي كنا بنقول عليها هيبوكامبال كوميشرال فايبر، وبعدين يجمعوا يعملوا مع بعض البادي. واحنا هنا المفروض تحت الكوربس كالوزم، ادي الكوربس كالوزم اهي هتغطيني، هتبقى موجودة فوق. وإيه اللي يربطها؟ يربط الفورنكس بالكوربس كالوزم كانت حاجة اللي هي اسمها السبتم بليوستم، فاكرينها دي السبتم بليوستم. طيب قدام الانترفنتريكولار فورامن هينزل الفورنكس تاون أو البادي أوف ذا فورنكس تنقسم إلى تو كولامز، والكولامز دي تتحد بالمامالري بادي. بص معايا أنا هنا بشوف الهيبوكامبال جايرس من شكل تاني. منين؟ أنا بشوفه من الميديال أسبكت، يعني انا واقفه هنا كده وهبدا ابص عليه هلاقي ان ده البارا هيبوكامبال جايرس، وهبدا اشوف اخش عشان مور ميديال عشان الاقي الهيبوكامبال نفسه. فقبل ما اخش هلاقي ان انا ماشيه في جزء لغايه دلوقتي انا ما قابلنيش اي جايرس تاني، فلغايه ما يقابلني الجايرس اللي بدور عليه اللي هو الهيبوكامبال انا هنا في حته اسمها سابيكولم، يبقى ده البارا هيبوكامبال. وبعدين الترانزيشنال زون او الفصله بين الهيبوكامبال والبارا هيبوكامبال اسمها سابيكولم،
وبعدين أبدأ أخش جوه ألاقي الجيرس عامل كيرف بيلف على نفسه بالشكل ده كده. اللي بيلف على نفسه ده اسمه إيه؟ اسمه اللي هو الهيبوكامبال جيرس. طيب وإيه الموجود في الكونكافيتي بتاعته دي؟ دي الدنتيت جيرس. بص هنا ده أنا هنا في التنتوريال، صح تحت هنا في التنتوريال بارت بتاعت inferior surface، ده الكولاترال سلكس وده اللي هو البارا هيبوكامبال جيرس. طيب أنا هخش مور ميديال عشان أدور على الهيبوكامبال اللي أنا عايزاه. فطول ما أنا ماشية ولسه ما قابلنيش حاجة، أنا ماشية في جزء جديد اسمه سابيكيلوم. طيب ألاقي في سلكس موجود هنا، سلكس ده اسمه هيبوكامبال سلكس، والإنفيرو ليب بتاعته معمولة من السابيكيلوم اللي بنتكلم عليه. ويبدأ الجيرس يلف معايا على نفسه بالشكل ده كده، وده يبقى هو اسمه الهيبوكامبال جيرس. طيب امال الجيرس اللي جواه في الميديال اسبكت بتاعه ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الدنتيت جيرس. ولو بصيت على السوبيريور سيرفيس بتاع الهيبوكامبل الاقي موجود عليه الوايت ماتر اللي بنسميها ايه؟ الفيوس، واللي بتعمل فيمبريا وبعدين تعمل فونكس. الفونكس اعتقد احنا جمعنا عنه معلومات كتيره. نشوف ايه الجديد بقى. الفونكس قالك هو pathway of hippocampus، يعني الامبرسز اللي طالعه من الهيبوكامبال جايرس بتمشي في الفونكس، فقالوا عليها هي projection fiber. طالما هي طالعه من الهيبوكامبس وده كان هيبوكامبس جزء من الكورتكس وهيروح للماميلاري بادي، يبقى بيقولوا عليها projection fiber. ما احنا قلنا projection لاي حاجه طالعه من الكورتكس وراح السب كورتيكال سنتر، واتقسمناه وشفناه ان هو في كراس وفي بادي وفي كولوم، واتفقنا ان هو الكراس ده معمول من ايه؟ كان معمول من الاكسونز بتاعت الهيبوكامبال سيلز اللي كنا بنسمي الاكسونز دي الفيوس، وبعدين لما اتجمعت بقت اسمها فيمبريا، وبعدين عملت ايه؟ الكراس. وقلنا الكلام ده كله، قلنا ان التو كرورا دول بقوا موجودين تحت السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم، وبقوا اتاتشد للاندر سيرفيس اوف كوربس كالوزم باي سبتامبليزم شفناها. جينا اتكلمنا عن الكولوم وقلنا ان الكولوم ان البادي بيتقسم الى تو كولومز، و فور انترفنتريكولار فورامين وبيهايند الانتيريور كوميشن دي هنشوفها، وبينتهوا في الماميلاري اي بادي. بصوا بقى معايا دي رسمه كروكي بس هي ظريفه، يعني ادي ده شايفين الشكل المميز بتاع مين؟ ده بتاع الهيبوكامبال جايرس، ويبقى الوايت ماتر اللي عليه دي يعني هي الالفيوس وبعدين الفيمبريا وبعدين الكراس، وانا هنا بلف حوالين الثالماس اللي هي المفروض تبقى موجوده في الاريا دي. بصوا هنا فوق اهي انا طالعه ورا مين؟ ورا الثالماس، وماشيه تحت مين؟ تحت الكوربس كالوزم هنا البادي بتاعي. طيب و انتيريور يتقسم الى تو كولومز خلاص، وقلنا هنا هبقى كونكتد بالكوربس كالوزم بالسبتم باليوستم. ومين اللي هيمشي انتيريور للكولوم دي؟ هيبقى في عندي الانتيريور كوميشر، يبقى دي الالفيوس فيمبريا كراس، ده الهيبوكامبال كوميشر، وبعدين هنا البادي، وبعدين اتقسم تاني الى الكولوم وانتهي في الماميلاري بادي ويعدي كروسنج ان فرونت اوف ذا كولومز مين انتيريور كوميشر فايبر. هنا مبين ادي اللون اللي هو اللي هو البيربل ده هو ده الدنتيت، والجزء الأحمر ده هو الفونكس بأجزائه، وبينتهي إلى ثلاث أجزاء، جزء بينتهي في الانتيرور نيوكليس أوف ثالاموس، وجزء بينتهي في الماميلاري بودي، وجزء بيكونكت بالسبتال أريا. طيب وخلوا بالكم من حاجة كمان، أدي الدنتيت جايروس اللي كان موجود ميديال فاكرينه اللي كان موجود في الكونكافيتي بتاعت الهيبوكامبل، وكان بيطلع منه الانديزيوم جريزيوم او الاول فاشل الجيرس ورا السبلينيوم، وبعدين الانديزيوم جريزيوم تمشي في الكالوزال سالكس علشان توصل برضو للسبتال ايه اري. هنا بيبين لي الكيرف او اللفه بتاعه الهيبوكامبال جيرس وهي موجوده في الفلور بتاع الانفيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، ما هو ده الانفيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، وقلنا الجايرس اللي هو عامل لافف حوالين نفسه ده هو الهيبوكامبال جايرس. هنا بيتكلم عن ايه؟ السابيكولوم، وقلنا طيب احنا سمعنا عنها قبل كده طبعا، لسه قايلين
هي الترانزيشنال زون اللي هتنقلني من البارا هيبوكامبال جايروس للهيبوكامبال جايروس. الدنديت جايروس ده برضو كان من الهيبوكامبال فورميشن، قلنا ان كان موجود، شيء فاكرين شكله لما كان موجود على الميديال اسبكت بتاعت الهيبوكامبال جايروس، وكان بيطلع منه في البوستيرور تحت السبلينيوم او بيهايند سبلينيوم، حاجه اسمها فاشولار جايروس، ومنه بيطلع انجيزيوم جريزيوم كانت بتمشي في الكالوزال سالكوس وبتنتهي في الاخر في السبتا الاري. طيب الهيبوكامبس بقى ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو بيعمل شورت تيرم ميموري، يخزن لي المعلومات اللي انا اخذتها اللي هي السنسوري والفيجوال والاوداتوري والالفاكتوري انفورميشنز دي، ويعمل لها ميمورايزيشن او يخزنها لي، تمام. وقال لك لو هو حصل ليجن في الهيبوكامبال جايروس يحصل شورت لوس للريسنت ايفنت او الايفنتس اللي هي الاحداث الحديثه اللي حصلت، يبقى انا عندي فاكره الحاجات القديمه لكن انا ناسيه الاحداث القريبه اللي حصلت، شورت تيرم لوس للشورت تيرم ميموري. طيب اميجدالويد كومبلكس، الأميجدالويد كومبلكس احنا كنا مرة سمعنا عنها في البيزر جانجليا، قلنا ان هي واحدة من البيزر جانجليا مع الكلوستروم والكوديت والانتيفورم. طيب قلنا موجودة عند على الروف بتاع الانفيرور هورن اوف لاترال فنتركل، كانت ماسكة في مين او كانت في نهاية مين؟ في نهاية التيل اوف كوديت لو فاكرين. قلنا ان هي جزء من الاولفاكتوري بارت اوف ليمبيك سيستم عشان هي بتريسيف فايبر اللي هي بقول عليها اللاترال اولفاكتوري سترايب. الاولفاكتوري تراك اتقسمت الى ميديال اولفاكتوري سترايب ولاترال اولفاكتوري سترايب. اللاترال اولفاكتوري سترايب كانت تنتهي في الاميجدالويد كومبلكس او الاميجدالويد نيوكليس. طيب تدي اوتبوت لمين؟ تدي اوتبوت للهايبوثالاموس والبرين ستيم علشان يعملوا لي الفيسرال اوتونوميك رياكشن اللي احنا قلنا عليه، اللي هو سواء قلنا increase intestinal movement salivation لو احنا شمينا ريحة اكل، وقلنا تعمل nausea and vomiting لو كان في bad odors معناها شمينا حاجة مش كويسة. طيب قالك باي او تروح للهايبوثالاموس عن طريق حاجة اسمها استرايا ترمينالز. تعالوا نشوف، بص اولا هي دي المفروض الاولفاكتوري تراكت، وقلنا دي الميديال استرايا ودي اللاترال اولفاكتوري استرايا. اللاترال اولفاكتوري استرايا كانت بتروح على مين؟ كانت بتروح على الاميجدالويد نيوكليس، والاميجدالويد نيوكليس كانت تروح دايركت على الهايبوثالاموس والبرين ستيم، او كانت بصوا اهي ريسيف اخذت الاخضر ده اللي هو اللاترال اولفاكتوري استرايا وراحت مدياني ال طلع منها الاستريا تيرمينالز اللي هي كانت مشيت على الروف بتاع الانفيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، وبعدين هتلف حوالين الثالموس وتعمل جزء من الفلور او الانفيرور لاترال وول بتاعه السنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريكل، وتروح تنتهي في السيبتال اريا وفي الهايبوثالاموس. اوكي طيب احنا كده خلصنا الليمبيك سيستم، وعايزاك تعرف فيه معلومات محددة. عايزاك تعرف ان الليمبيك سيستم عبارة عن 3 بارت، كورتيكال سب كورتيكال والفاكتوري بارت. وفي لو جيت اتكلم على الكورتيكال انا بقسمهم الى الليمبيك لوب اللي بشوفه على الميديا سيرفيس، واللي بعد كده اللي هو الهيبوكامبال فورميشن اللي كان عبارة عن نقول عليه الانر ارك. خلاص وعرفنا ان في جزء تاني اللي هو سبكورتيكال، عرفنا اجزائه، عرفنا الجزء اللي هو الاولفاكتوري، عرفنا الاجزاء بتاعته المسؤول عن الاولفاكشن. وبعدين بدانا نتفرج كاناتومي بقى، احنا بنتفرج على يعني ايه هيبوكامبال جايروس، شكله ايه، بيطلع منه فورنيكس، ايه هو الفورنيكس، ايه اجزاء الفورنيكس. اتكلمنا على الاميجدالويد كومبلكس وايه اللي بيطلع من الاميجدالويد كومبلكس. ده المطلوب، معلومات مطلوبة منك، وأهم حاجة إنك تكون فاهم الفانكشن بتاعته توتالي عشان بس ما نبقاش تايهين. Thank you.